يبقى النهارده ينفع ان واحد ياخد ستروكس ويركب قطر؟ مش هنسمح وهنحاسب مش بقسوة لكن بالقانون اللي احنا ارتضينا بيه ووافق عليه مجلس الشعب اللي هو نواب الشعب، وقال ان النهاردة اللي يتعاطى مخدرات يتم انهاء خدمته فورا، مش بس على قد السكة الحديد، على كل مرفق. لما تتعمل ويطلع في حد كده ما يجيش عندنا يبقى في لينا نقول لا معلش ده عنده اولاد. طب واللي ماتوا دول ما عندهمش اولاد؟